بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس أحاديث الصيام للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني من كتاب المنتقى. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى فيها وأي ليلة هي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فشهر رمضان كله شهر الخير والبركة من أوله إلى آخره، كله خيرات وبركات وأعمال صالحة لمن وفقه الله عز وجل، ولكن العشر الأواخر منه هي أفضله، بدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وأرجى ما تكون هذه الليلة العشر الأواخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بعبادات لم يكن يفعلها من أول الشهر. أولا، أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها يرجو ليلة القدر. ثانيا، أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، كانت إذا دخلت العشر شمر وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، وكان المسلمون يقتدون به صلى الله عليه وسلم في ذلك، ما يدل على فضل هذه العشر الأواخر. وهذه العشر عشر مباركة، هي شهر الاعتاق من النار، وهي ختام الشهر، فيها فضائل عظيمة، خيرات كثيرة، وهي أرجى ما يكون لليلة القدر التي قال الله جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذه الليلة يجتهد المسلم في الدعاء فيها، الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر يجتهد في الدعاء فيها، فإنها مظنة الإجابة. نعم. من الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، متفق عليه، ولأحمد ومسلم، كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. نعم، هذا الحديث يدل على فضل العشر الأواخر من رمضان على غيرها، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أنه كان إذا دخل العشر شمر، يعني جد في الطاعة وشد المئزر، قيل معناه أنه يجتهد في العبادة، وقيل معناه أنه يتجنب النساء في هذه العشر لأنه يكون معتكفا، والمعتكف منهي عن قربان النساء، لا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأيقظ أهله كذلك، كان يوقظ أهله للصلاة، صلاة التهجد، فهذا يدل على مزايا هذه العشر وفضلها واجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، شمر وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، يعني بالصلاة بالتهجد. ومعنى إحياء الليل
إحياء غالبه، لا أنه يحيي الليل كله، وإنما يحيي غالبه ويزيد في التهجد في هذه العشر أكثر من غيرها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وهذا الحديث يدل على فضل هذه العشر الأواخر، لأنها أرجى ما يكون لليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا بالله عز وجل، تصديقا بها، واحتسابا للثواب الذي أعده الله فيها، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم، إن الله يغفر فيه الذنوب السابقة وإن كانت كثيرة، والمغفرة تشمل المغفرة الذنوب الكبائر والصغائر، لأن الكبائر دون الشرك يغفرها الله لمن يشاء سبحانه وتعالى، والصغائر من باب أولى. هذا فضل عظيم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. ومما تخص به هذه الليلة ليلة القدر أنها أرجى ما يكون لقبول الدعاء. سألت عائشة رضي الله عنها كما في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أرأيت إن علمت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا فيه أنه إذا ترجح عند المسلم ليلة ترجى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها أنه يدعو بهذا الدعاء. نعم. سوف نرجي بقية الأحاديث إلى الدرس القادم من دروس أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني. شكرا لكم فضيلة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بشرح هذه الأحاديث المباركة، وتقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.